لنداء ترنيمة اللي جاية بتقول ليكون ظلام للي عايش جوه ضيق، كون سلام وإيديك تفتح طريق. ساعات كتيرة بنخاف والمشاكل بتزيد علينا، فبنطلب ونقول يا رب نادي علينا، يا رب زي ما ناديت على العازر، اصرخ يا رب بصوت عالي ونادي علينا وقومنا. قومنا يا رب من الخوف، قومنا يا رب من أي تجربة بنقع تحتيها، قومنا يا رب واجعلنا أولاد ليك، قومنا يا رب من حتى من الموت، قومنا. ليكون ظلام للي عايش جوا ضيق، ويكون سلام وإيديه تفتح طريق. ليكون ظلام للي عايش جوا ضيق، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. من جوا نعشي سمعت صوته ينادي اسمي، وبكلمة منه رد روحي جوا جسمي. من جوا نعشي سمعت صوته ينادي اسمي، وبكلمة منه
رد روحي جوه جسمي لا يكون ظلام للي عايش جوه دي ويكون سلام وإيدي تفتح طريق لا يكون ظلام للي عايش جوه دي ويكون سلام وإيدي تفتح طريق وأقوم وأنا رافع عيني لي عينيه وألاقي بتسند أو تساعد غير إيديه وأقوم وأنا رافع عيني لي عينيه وألاقي بتسند أو تساعد غير إيديه لا يكون ظلام للي عايش جوه دي ويكون سلام وإيدي تفتح طريق لا يكون ظلام للي عايش جوه دي ويكون سلام وإيدي تفتح طريق أنا كل ليك يلي بدمك اشتريتني ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني أنا كل ليك يلي بدمك اشتريتني ولا يكفي حبي وخدمتي يلي فادتني لا يكون ظلام للي عايش جوه ضيق ويكون سلام ويدي تفتح طريق لا يكون ظلام للي عايش جوه ضيق ويكون سلام وإيدي تفتح طريق معوة بقى من أبونا موسى عاملها حلو جدا هو ومريم رائعة. أيها الفخار الأعظم أنا كالخزف بين يديك عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك أيها الفخار الأعظم أنا كالخزف بين يديك عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك أخذ عذاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيا إن أتوجع لن أتراجع فأنا اشتقت لعملك في أخذ عذاتي دون عناد لأصابعك تشكل في إن أتوجع لن أتراجع فأنا اشتقت لعملك في
أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر. آتي إليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتك ويديك، لا لليأس ولا للماضي، قلبي اتجه أنا إليك. آتي إليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتك ويديك، لا لليأس ولا للماضي، قلبي اتجه أنا إليك. أيها الفخار الأعظم، أنا بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك.